مسرعا وصل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى قصر اليونسكو، ليس لأنه تأخر عن حضور جلسة مجلس النواب، بل لسبب آخر، ولأن دخول الحمام ليس كالخروج منه. كانت الجلسة عكس التيار. هلأ خلاص ما بقى بدون هيك نتلاعب بحقوق الناس وبأغلى شيء عنا إياه بلبنان. اليوم الأوم المنتشرين 7-8 مليار دولار عم بيفوتوا بالسنة على ناتج قومي 25 مليار دولار. شو بنعمل؟ بس سنة بيودوا مصاري ومستكترين عليهم صوتهم أنهم يختاروا إذا بدهم يصوتوا بلبنان أو إذا بدهم يصوتوا برا. شو نحن عم نحرمهم يصوتوا بلبنان؟ النائب بيير بوعاصي خطف الأضواء بوسيلة نقل غير تقليدية بعد ساعات من تهديد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله القوات اللبنانية بمئة ألف مقاتل. بحسب معلومات الجديد، حضر بوعاصي الجلسة كلها بمسدسه الحربي، ولاحظ أحد العناصر الأمنية وجود السلاح على خصره بتزامن مع خروج رئيس مجلس النواب نبيه بري، وطلب إليه تسليم المسدس لمرافقه. أما نواب كتلة الوفاء للمقاومة كانت الأبواب موصدة في وجوههم. شهد النائب حسن فضل الله، ولكنه لم يحمل هذه المرة أي ملفات فساد. يمشي أحد الخليلين المطلوب بمذكرة توقيف واثق الخطوة في قصر اليونسكو، أما عضو الجمهورية القوية فيوجه التحايا للصحفيين بعد أيام من وقوع مجزرة. في الخارج يجري رئيس لجنة الاتصالات حسين الحاج حسن اتصالا ربما لسوء تغطية الشبكة. الوزيرة الوحيدة في الحكومة حضرت الجلسة إلى جانب النائبتين بهية الحريري وعناية عز الدين، وغابت النائبة ستريدة جعجع، أما الكوتة النسائية فقد سقطت في متاهة اللجان الذكورية. تبدو حقيبة ألان عون مملوءة بالملفات، أما ماريو عون فقد أنهى الجلسة من دون حساسيات طائفية هذه المرة، وتكفل رئيس التيار بإثارتها. انتهت حفلة التباكي على المغتربين، ولم ينهي الحاج حسن اتصاله بعد. عشرات السيارات الفارهة تنتظر نواب الأمة في الخارج، حتى إن نائب رئيس مجلس النواب إلي الفرزلي تشابهت عليه السيارات. يرحب النائب هادي حبيش بأمين سر تكتل لبنان القوي النائب إبراهيم كنعان. وعلى رغم الجو المشحون، جمع قصر اليونسكو المختلفين بالسياسة. ليس ذلك فحسب، بل اجتمع تحت سقف واحد متورطون في جرائم كثيرة. صدام حسين، قناة الجديدة.